واحد من أشهر مؤلفين كتب السحر والدجل والشعوذة، ملقب بوريث إبليس. ونصيحتي بعد الفيديو ده محدش يعمل عنه بحث خالص. عبد الفتاح الطوخي، الاسم ده ممكن يكون ممرش عليه كتير وممكن تكون ما سمعتش عنه خالص. عبد الفتاح الطوخي ده هو أشهر عالم فلكي في جمهورية مصر العربية، وليه كتير من مؤلفات كتب السحر والدجل والشعوذة، واللي وصلت لـ80 كتاب، والـ80 كتاب كلهم بيدوروا حوالين حاجة واحدة: ازاي تتحكم في الشيطان، وازاي من خلال الشيطان تتحكم في البني آدمين. ومن أشهر مواقف عبد الفتاح الطوخي أنه قال لواحد من أهم زعماء الأمة في مصر أنه هو هيموت مسموم، لكن الزعيم ده ما صدقوش وأمر بسجنه لأنه اتهموه ساعتها بالدجل والسحر والشعوذة. وعبد الفتاح الطوخي ده اتحط في السجن لحد ما الزعيم ده مات مسموم فعلا، وبعد كام سنة خرج ومات وهو عنده 102 سنة. حكاية الساحر عبد الفتاح الطوخي بتبدأ من زمان. أولا هو خريج الأزهر، لكنه تميز جدا في علوم الفلك، وكان شغوف جدا بفكرة علوم الطاقة والعلوم الروحانية. وعلشان كده عبد الفتاح الطوخي عمل معهد سماه معهد الفتوح الفلكي. والمعهد ده الشكل الظاهر لي انه كان بيدرس فيه علوم الفلك، لكن في الحقيقة هو كان بيدرس كل ما له علاقة بالسحر والدجل والشعوذة. ومؤلفاته بتدور حوالين تسخير الجن والسحر الاسود والسحر الأحمر وكل أعمال التنجيم وقراءة الكف وغيره. ومعظم مؤلفاته اترجمت للغة الإنجليزية، وده كان بسبب إنها مليانة بمجموعة كبيرة جدا من الطلاسم والأوامر اللي فعليا ناس كتير جدا جربتها، وكله أكد إن كل اللي كتبه عبد الفتاح الطوخي من أعمال سحر إنها فعلا لها نتائج واقعية وإيجابية. يعني كل اللي قاله عبد الفتاح الطوخي فعلا بيحصل. وفي المعهد الخاص بيه اتعلم على إيده ناس كتير جدا، والناس دي اتشهرت على مستوى مصر والعالم العربي بان هم اشهر سحرة ودجالين واشهر ناس بتعرف تسيطر على الشيطان وعلى الجن. ومن اشهر تلاميذ عبد الفتاح الطوخي هو الساحر السيد الحسين، اللي ممكن نكون كلنا سمعنا عنه انه قال تعويذة مشهورة جدا في واحدة من اهم افلام السينما المصرية، والتعويذة دي دخلت كل البيوت المصرية وكان ليها تأثير ووقع على الناس واضح وقوي جدا. ومن مؤلفاته كيفية الرصد الفلكي الصحيح، والهدف من الكتاب ده إن يعلم الناس اللي بتعمل أسحار أو بتحضر أعمال سحرية إنها تقدر تتحكم في نفس الوقت في الأمور الفلكية اللي بتساعد الساحر على تنفيذ العمل أو تنفيذ السحر بتاعه، وإن يكون له نتائج إيجابية وقوية جدا. ومن أهم الأعمال السحرية اللي بيعتمد عليه كتاب كيفية الرصد الفلكي الصحيح هو الأعمال اللي ليها علاقة بجلب الحبيب أو بالسيطرة على شخص أو بالتحكم في شخص. ومن أكتر الكتب المرعبة لعبد الفتاح الطوخي كيفية جلوس الخلوة، والمقصود هنا هو انك ازاي تعمل اعمال او تقول طلاسم معينة علشان تقابل ارواح معينة انت عايز تتكلم معها، فازاي تقدر تقعد قعدة سليمة، وازاي تحضر العمل ده، وازاي تستقبل الروح اللي هتجيلك من خلال العمل ده وتتكلم معاه بشكل طبيعي. وكان متميز جدا في السيطرة على مملكة الجن، وكان بيقدر يؤمر ملوك الجن ان هم ينفذوا له اي حاجة هو عايزها. وحتى ذكر جوه الكتب ازاي تقدر انت كمان تسيطر على عالم الجن او على ملوك الجن علشان ينفذوا لك اي حاجة انت عايزها. وكمان هو من رواد علم الكف، وهو الشخص الاساسي اللي علم كتير من السحرة وكتير من الدجالين ازاي الناس تقرأ الكف وتفهم تفاصيله بالظبط. والغريبة ان كل اللي قرأ كتاب بتاع عبد الفتاح الطوخي اللي له علاقة بعلم الكف قدر انه يقرأ الاشخاص اللي قاعدين قدامه بمنتهى البساطة، وقدر يعرف معلومات كتير جدا من خلال الكف والرسومات اللي موجودة داخل الكف. وكمان كتاب اسمه شد الانسان الى رؤية الجان، والمقصود بيه ان ازاي اي انسان عادي جدا يقدر من خلال انه يقرأ بعض الطلاسم او بعض الامور اللي موجودة جوه الكتاب انه يقدر فعلا يشوف الجان يتعامل معهم عادي بدون اي وسيط. وكان كمان متخصص في علم الحروف، وقادر بمنتهى البساطة انه يكون مجموعة من الاعمال او الطلاسم من الحروف وتصنيف الحروف سواء كانت مائية او هوائية او ترابية. كانت شهرته قوية جدا بين كبار رجال الدولة. الطوخي بعد تأميم المعهد بتاعه سافر برا مصر، بس لما سافر فضلت كتبه موجودة منتشرة في المجتمع المصري، وفي كتير جدا من السحرة والدجالين اتعلموا على ايده لكن فضلوا عايشين في السر، اتسمى بوريث إبليس. سلام عليكم.